أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحية وبس شكرا لكم على استضافتكم لنا في هذه الساعة القادمة وأصلي أن يكون هذا البرنامج سبب بركة لكل مستمع مخلص يريد أن يقترب إلى الرب أكثر. اخترنا لهذه الحلقة موضوع من الموضوعات اللي تمس حياتنا الشخصية اليومية المسيحية وهو موضوع حياة التلمذة. ولما بنقول تلمذه هل نحن نتحدث عن جميع المؤمنين وما هو معنى التلمذه وما هي التلمذه الحقيقيه وما هو هدف التلمذه ولماذا كان المسيح المعلم الذي اختار تلاميذ لاي سبب وهل ترك لنا هذا المثال حتى نتعلم منه في كل خدماتنا وظروف حياتنا سيجيب على هذه الأسئلة وسنناقش الموضوع باستفاضة مع ضيفي الكريم المحبوب القس صفا ويليام وهو راعي الكنيسة الرسولية بالمنيا وأيضا مدير كلية اللاهوت الإنجليزية للشرق الأوسط فرع المنيا وحصل على دكتوراه في علم اللاهوت وأيضا له خدمات مباركة كرازية ذهب إلى تقريبا طولت افريقيا ذهب الى كينيا وغانا واثيوبيا وتنزانيا وتشاد والسودان ونيجيريا ونشكر الرب من اجل هذه الدعوه من اجل استخدام الرب له في كل مكان اهلا بك اسيس صفا شرفتنا وفخورين بما يصنعه الرب من خلالك اهلا بك حضره الاسيس واحنا مبسوطين ان احنا النهارده نعيش حياه التلمذه الحقيقيه زي ما المسيح عايزنا نعيشها كثير ما احنا بنكون كمؤمنين لكن النهاردة الله يخلينا نعيش لي تلاميذ تمام في اسم وقال أحدهم إن إن لم أرجع وأعود إلى حياة التلمذة يوما فقد انتهى أمري من النمو أمين. فحقيقة حياة التلمذة حقيقة ترتبط بحياتنا بغض النظر أين نحن لكن اسمح لي أبدأ في البداية بتعريف بسيط ماذا نقصد بالتلمذة وما هي أنواع التلمذة إذا كان هناك أنواع التلمذه لابد للتلميذ ان يكون صوره من سيده صوره من سيده صوره في في الحب في التضحيه في المغفره في الحنان في المشاعر الرقيقه اللي كان بيحياها سيده صوره بالظبط زي سيده وده اللي هيفرج معانا ان يكون التلميذ زي سيده حياه القدوه زي ما سيده كان معانا موجود هنا على الارض التلميذ لابد ان يحيا كسيده وده اللي هيفرج معانا ان انا اتغير الى تلك الصوره عينها من ميد الى ميد دي تعريف بسيط لكن بحب ان يكون التلميذ زي سيده في خماسيه خمس كلمات صغيرين علشان اكون تلميذ حقيقي لابد ان انا اكون نور لابد ان انا اكون ملح لابد ان انا اكون رساله لابد ان انا اكون سفير لابد ان انا اكون متمثل برائحة المسيح الذكية جميل خماسية قبل ما نبتدي في الخماسية يعني بعتقد ان أيام اليهود لما كانوا بيقولوا ان في معلم وفي تلميذ كان التلميذ يعيش يأكل يشرب يتمثل إذا أقام السيد أقام معه إذا رحل يرحل معه بحيث في النهاية يوصل لإنك عملت نسخة طبق الأصل من السيد تبكي. وهذا ما نريد أن ننقله من فكرة إلى حياتنا لتتمثل بحياة السيد المسيح فالتلميذ هو تابع, تابع. وتبعيته لها شروط معينة وليها يعني مواصفات خاصة لكن السؤال اللي عايز أطرحه يعني بسرعة وبعجالة هل هناك انواع من التلمذه ولا كل مؤمن هو تلميذ؟ آه السؤال دوت دول سؤالين في سؤال تمام السؤال الاولاني توجد انواع من التلمذه؟ توجد انواع من التلمذه ففي حاجه اسمها التلمذه الحقيقيه ان انا احيا بحسب ما سيدي بيعيش في تلمذه تاني مش حقيقيه او مزيفه فالسؤال الاولاني ارجع للفكره اللي كنا بنتكلم فيها كتلمذه حقيقيه نعم الرب يسوع عايزني في حياتي اكون الخماسيه اللي كنا بنتكلم عنها تمام فهو قال انا نور العالم طب وانتم انتم نور العالم تمام فهو عايزنا اكون نور لما الضلمه بتاعه العالم دي تضلم انا اكون بقى كتلميذ حقيقي وتابع حقيقي لربنا يسوع المسيح لكن الحاجه الثانيه مش نور بس عايزنا اكون ملح الكتاب بيقول لك انفسد الملح فبماذا يملح. فبماذا يملح فبماذا يملح العالم اللي احنا عايشين ده فيه فساد صحيح مين اللي هيصلح ملح وفساد هذا العالم التلميذ مم. التلميذ لان احنا هنفرق بعد شويه ما بين التلميذ والمؤمن فلا بد ان احنا نحيا حياه التلمذه الحقيقيه في الرب فانا نور انا ملح لكن الحاجه الثالثه انا سفير كتاب بيقول لك نسعى عنه كسفراء انا كتلميذ انا عندي هدف واضح ومحدد إيه هو ان انا انادي بالمصالحه هو بيقول تصالحوا مع الله أنا كل اللي عليّ كتلميذ إن أنا أمسك إيد أخويا من هنا وأمسك إيد الله من هنا وأبدأ أتم عملية المصالحة إن أنا أوصل الاثنين ببعض عشان خاطر كده أكون التلميذ الحقيقي الذي يكرز لأجل سيده تمام يبقى أنا نور أنا ملح أنا سفير لكن رقم أربعة أنا رسالة م. أنتم رسالة المسيح م. واضحة جدا ما ينفعش أكون تلميذ من غير ما أكون أنا رسالة أنا رسالة في المكان اللي أنا فيه أنا رسالة في الشغل اللي انا فيه انا رساله وانا ماشي بالعربيه بتاعتي انا رساله لما حد يحصل معايا اي موقف انا رساله انا رساله ليسوع المسيح فانا نور انا ملح انا سفير انا رساله واخيرا انا رائحه المسيح الزكيه طبعاً. في كل مكان رائحه المسيح تنبع مني في كل مكان ما يشتموش في اي رائحه غير رائحه المسيح الزكيه الكلمات بتاعتي تكون فيها رائحه يسوع نظراتي تكون فيها نظرات يسوع تمام. وبالتالي اكون التلميذ الذي يعيش حسب سيده اللي هو الرب يسوع ده التلميذ الحقيقي وسماته وسماته يعني نقدر نحطها في القالب ده طيب اذا كان في تلميذ حقيقي هل هذا يعني ان هناك يمكن ان يكون تلميذ مزيف في مش تلميذ مزيف في تلاميذ مزيفين مم. انا حاطط سبعه كده بسرعه هناخدهم في عجاله تمام التلميذ التلميذ الاولاني اسمه تلميذ الانا والتلميذ الانا دوت اوضح مثال في امثله كتير في كلمه الله لكن لما نروح ليوحنا ثلاثة وعدد عشرين لان هو رساله واحده رساله يوحنا الثالثه اصحاح الاصحاح هو الوحيد هو الاصحاح وعدد 20, عدد 20. في واحد اسمه ديوتريفوس تمام يذكر عنه الكتاب ديوتريفوس الذي يريد ان يكون الاول هازرا بيننا يتكلم علينا يا بيتكلم على الاخوه في واحد مش عايز الا اكون انا وبس ده تلميذ مزيف ربنا يحمينا من الانا امين التلميذ الحقيقي كلمه انا دي شاطب عليها ان حياته هي الاتضاع نبص لواحد زي داوود يذكر عنه الكتاب الكلمات دي يقولك داود الذي كان متضعا داود اول ما بيجي على الملك والعرش راح دخل كده وقعد قدام الرب وقال له من انا ومن هو بيتي ومن هو اهلي وعشيرتي حتى اوصلتني الى هنا انا مين في اتضاع كامل وهو بيتكلم حتى لما جيش ياكل بيقول ورا من خرج سيدي؟ طيب انت بتدور على مين؟ ده انا ده انا ولا حاجه مم. يا رب يدينا رقم واحد نكون تلاميذ حقيقيين ناحيه لا بالانا والذات لكن مم. ناحيه بنكمل، لكن في تلميذ كذاب زي حناني وسفير، هقول بس مقتطفات كده مزيفين، في تلميذ محب للمال جي حزين المفروض كان في ثلاث تسلسلات ايليا عمل تلميذ اسمه اليشع اليشع كان التلميذ اللي بعده هو جي حزين لكن ايليا انا بحب ايليا وبحب موسى مم. طب ليه بحبهم؟ مم. بحب ايليا لان ايليا تلمذ اليشع تمام وبحب موسى لان موسى تلمذ يشوع, يشوع. لكن زعلان من يشوع وزعلان من اليشع الاثنين ما عرفوش يتلمزوا <applause> تحت يوم اخرين <applause> عشان خاطر كده الدنيا مختلفه يا رب ادينا ان احنا نكون تلاميذ نتلمذ <applause> اخرين لكي ما نحيا جي حاز قال لك حي هو الرب اجري واخذ منه شيئا دير ورا نعمان وخد منه وزنتي فضه وحلتي ثياب وراح هو ماشي كده وقف قدام سيده فين انا فقال له طب خلاص خد البيعه على بعضها برس نعمان فده اسمه تلميذ مزيف في تلميذ تاني مقيد جنسيا زي شمشون في تلميذ تاني ما بيحملش المسؤوليه زي يونان 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 واحد يونان وكان قول الرب الى يونان ابن أبتاه روح فجاله نينا اروح ازاي ديت انا خليني اروح في الحته اللي انا عايز اتبسط فيها خليني اروح في ترشيش لا تلميذ لا يحمل المسؤوليه لكن الله النهارده يدينا تلاميذ يحملون المسؤوليه يا رب. أول ما دعي إبراهيم يذكر كتاب بحسب عبرانيين كمان وهو بيرد عليه بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أطاع الرب يدينا إن إحنا نكون الناس التلاميذ الذين يحيوا حياة التلمذه الحقيقي لكن رقم ستة تلميذ يدين الاخرين الفريسي وقف كده اللهم اشكرك لاني لست مثل باقي الناس الخطفين ولا وراح غلط في الباقي ولا مثل هذا العشر طب انت يعني ما تغلطش في الاخر الله يدينا ان احنا ما ندينش الاخرين دول كلهم ده اسمهم تلاميذ مزيفين لكن اخر حاجه تلميذ الضعيف وده يذكر عنه الكتاب في ثلاثيه جميله ديماس ديماس يذكر عنه الكتاب في اول حياته كان الحبيب <applause> وبكلمات بولس كان دماس مش الحبيب دماس القريب لكن بعد في اخر حياته بقت دماس البعيد من حبيب لقريب لبعيد يذكر الكتاب دماس تركني اذ احب كان تلميذ ده كان لكن ضعيف بعد ديت انواع سباعيه او سبع انواع من تلاميذ عاشوا حياه التلمزة الغير حقيقيه تمام يعني عندنا معنى التلمزة ان نتبع السيد ونتمثل به وقلت لنا السمات التي يجب ان نتمثل بها وبعديها قلنا ان هناك نوعين ذكرتهم حضرتك من التلمذه الحقيقيه والتلمذه الزائفه وديتنا نماذج لكن منساش انا كمدرس درست لسنين يعني مش طويله قوي لكن حوالي خمس سنين تقريبا كل مدرس له منهاج وله طلبة أو تلاميذ وهو المسؤول عنهم ففي الصورة اللي احنا بنرسمها الآن أمام كل المشاهدين في كل مكان عرف لنا من هو المدرس وما هو المنهاج ومن هم التلاميذ وما هو الدرس <applause> المدرس الوحيد والأوحد الذي نتعلم منه جميعا هو شخص ربنا يسوع المسيح امين التلاميذ ونحن وهل في آية أو في أي شيء بيقول إن هو المعلم اللي لازم نتعلم منه؟ ده أكتر من آية أكتر صفة عارف حط أسيس أكتر صفة اتقالت على الرب يسوع المعلم نعم كانوا دي المعلم قد, قد حضر, حضر. يعني مع بعض وتعلموا مني وتعلموا مني مم. لاني وديع ولما اخذهم على الجبل في متى خمسة وستة وسبعة اول ما طلع يقول لك ففتح فاه وابتدى يعلم قائلا تمام ابتدى يجيب التطوبات الجميله فهو المعلم والوحيد أمين. اللي بنتعلم منه لانه هو كان اللي بيدينا فالرب يسوع هو المعلم أمين. المدرس نعم انا مش عايز اقول مدرس هو المعلم استخدم التعبير الكتابي المعلم م. لانه المعلم دي اعم واشمل آه. اما التلاميذ فنحن نحن وتلاميذه نحن كل من آمن به وقرر ان يتبعه وقرر ان يتبعه احنا احنا حجي التلاميذ بتوعه احنا عندنا المنهاج المنهاج هو اللي هو وضعوا لنا الروح القدس من خلال كلمات الوحي المقدس دستورنا العظيم فاحنا عندنا دلوقتي الثلاثيه الجميله دي الثلاثيه في معلم وفي تلميذ وفي منهاج حياه التلميذ الحقيقيه تتلخص في الثلاثيه دي وحياه المؤمن الحقيقي تتلخص ما بين المخدع والمكتب المخدع والمكتب المخدع ان انا يوميا يكون عندي وقت اقعد فيه مع الرب واتكلم معاه <applause> <applause> اما المكتب فلابد يكون عندي وقت اقعد وادرس في كلمه الله تمام انا بشبهها ابونا بمركب وفي شط الناحيه الثانيه و... والمركب ده ليه مجدافين فلو انا راكب المركب وانا و ماسك مجداف واحد وانا بعمل كده بس هتلاقي المركب ده يلف حوالين نفسه كدا. صح طب انا مسكت المركب التاني هعمل كده المركب برضو التاني هيلف حوالين نفسه لكن كلمه الله رائعه لما انا بمسك المجدافين وببدا احرك المركب المركب بيتجه تجه اتجاه سليم نحو الهدف ونحو الشط ونحو بر الامان أنا كمؤمن محتاج أو كتلميذ محتاج أحيا ما بين المغدع والمكتب. أمين. اللي هو ده إذا عندنا معلم عندي تلميذ والتلميذ لابد أن يستند على دستور الحياة الذي أرسله لنا الروح القدس وهو المعلم بيعلمنا في وجودنا و و و والمنهاج كلمة الله اللي أنا بحيا فيها. والجميل في اللي أنت بتقوله حضرتك إذا كان هو المعلم وهو أيضاً الكلمه المتجسد والكلمه التي اذا هو نقدر نقول يجوز لينا نقول ان هو المعلم والدرس ذاته والمنهاج نقدر نقول كده؟ هو المعلم والدرس هو 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 الذبيحه الذبيحه والمذبوح والمذبوح الذبيحه والمذبح نعم هو هو التركيبه في الثنائيات دي كثيره في كلمه الله صحيح اذا فهو المعلم هو اللي اعطانا الدرس هو اللي قال تعلموا مني. اكيد و... وافسس بيقول لنا لانكم لم تتعلموا المسيح هكذا أيوة. تتعلموا المسيح يعني تاكيد ان الدرس والمنهاج هو ذاته الكلمه م. المتجسد التي بين ايدينا أكيد. يعني اذا كان يعني طبقا للخبره القديمه بتاعتي المناهج كانت بتتغير ولما يجي مثلا وزير لمنطقة تعليمية معينة تبص تلاقيه قرر وزي ما بنشوف في مصر النهاردة الوزير عايز يعمل ألبان في ال... يعني بيحصل تغيير لأسباب كثيرة وهو تغيير الزمن تغيير الأحوال تغيير المؤثرات الاجتماعية إلى آخره فهل المنهاج الذي يعلمه إيانا الرب يسوع المسيح قابل للتغيير بتغيير الأزمنة والأوضاع سؤال جميل وعلى الساحة الجميلة اللي احنا موجودين فيها بس عايز أأكد لكل حد بيسمعنا حد جسيس لا ولم ولن يتغير هذا المنهاج أبدا أمين فنحن في هذا العالم نعم نحيا وفق لكلمة الله العصمة الموحدة كل واحد فينا لنا الكلمه النبويه وهي اثبت تمام احنا محتاجين نرجع لكلمه الله امين يؤسفني ان في الايام الحاليه في حاجات بيبقى فيها تنازلات مش عايزين ندخل في الموضوع دوت بطريقه كبيره جوي في حاجات كثيره فيها تنازلات لكن الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش تنازلات هي كلمه الله امين كلمه الله من 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 البدايه حتى النهايه ستظل ثابته امين لما حد بيكلمني واكون بتكلم عن امر معين عندنا في الكنيسة واتكلم عن حاجات في السلوكيات التي يحياها نحياها في هذا العالم أقول لهم التعبير ده أنا مش شخص رجعي لكن أنا شخص راجع لكلمة الله أمين. أنا مش راجعي رحت أماكن كثيرة لكن أنا مش راجعي أنا شايف الدنيا والمدنية والتحررية وكل اللي تقولوه لكن خلونا دائما نرجع لكلمة الله أمين ده الأثبت أمين ولو تعلمنا إحنا كتلاميذ مهما يكون الزمن بمر مهما تكون التغيرات بتعدي علينا لكن ستظل كلمه الله ثابته وثابته الى الابد وان كنا نقول ان كلمه الله لا ولن تتغير وانا شخصيا اعلنها بكل فخر امام الملا اني اؤمن بعصمه الكتاب المقدس وهو منهج لحياتي دعم. الشخصيه وهو المنهج الذي اتمسك به واعلمه وساظل الى <applause> اليوم الذي ارحل فيه من هذه الارض <applause> انها كلمه الله الحيه الحق الاثبت المنيره التي لن ولن تتغير وغير خاضعه للتغيرات الاجتماعيه <applause> واحد يقول طب ما انتوا بالطريقه دي زي ما سماني البعض سلفي ورجعي الى اخره، ماشي، لكن عايز اقول اننا نؤمن بكلمه الله التي بين ايدينا وهذه الكلمه المعصومه الكلمه النبويه زي ما ذكرت حضرتك وقال لنا بطرس وهي اثبت وده اللي بيعلمه لنا الكتاب المقدس انها لم تاتي من مشيئه انسان، لكن تكلم بها هي انفاس الله التي بين ايدينا وهي التي تنير لنا الطريق فهي السراج والنور لكل تفاصيل حياتنا لكن في ذات الوقت أؤمن أؤمن كشخص يعيش في القرن الواحد والعشرين إن إحنا نحتاج إلى تغيير الغلاف الذي نقدم فيه الكلمة آه. فنحن لا نغير المضمون ولا نغير المكتوب لكن ربما نغير الطريقه التي نقدم بها الحق الالهي للجيل اللي احنا عايشين فيه اللي بيعتمد على السوشيال ميديا والفيسبوك وكل الوسائل الحديثه نحن لا ننكرها ولا نقلل من قيمتها لكننا نستغلها ونستعملها لكي نقدم هذا الحق فهذا المنهج وهذا المنهج لم ولن يتغير وهو يصلح لجميع الازمنه بغض النظر والبلاد والاقطار وجميع البقع الجغرافيه والا لكانت كلمه الله هي محدوده لمكان معين في زمان معين لكننا نؤمن ان كلمه الله هي الكلمه المعصومه التي وضعها الله وما عندناش ناسخ ومنسوخ بها. قال احدهم تعبير جميل زمان واحنا داخلين الالفيه فقال لك ارفض ان ادخل هذه الالفيه الجديده بطربوش جدي صحيح <applause> احنا خلينا نوصل لحاجه حضرتك ان احنا موجودين قدام كلمات ثاميه لانها كلمات الوحي المقدس امين ولكن احنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت بالظبط ما ينفعش ان انا اعيش في حياه جد الجد القديم لكن دلوقتي بص على الكنائس تلاقي اغلب الكنائس دلوقتي بتستخدم الداتا شو بتستخدم الـ الشاشات صح في بوينت في الترانيم في الاظات استخدم الميديا حضرتك قلت الكتاب لن يتغير الوحي لن يتغير المكتوب لن يتغير لكن اجدم الطريقه بالطريقه التي تتغير معي في هذه الايام لكي ما اواكب العصر تمام بحسب الجديد تمام تم. اذا المعلم زي ما قلنا هو شخص الرب, الرب يسوع, يسوع المسيح والمنهاج هو الكلمه كلمه الله وهو المسيح ذاته الذي لا يتغير وهو الدرس ايضا الذي نتعلمه ونحن نعيش تلاميذ تلميذ. حتى بغض النظر عن العمر اللي بنقضيه على هذه الامر. ربنا يدينا نعمه عشان نكون فاهمين المقرر والمنهاج لكن ماذا يحدث بعد ان صعد المسيح ولم يعد موجود على الارض؟ هل اختفى المعلم؟ لم يختفي المعلم لان الكتاب واضح جدا وهو بيقول وهو صاعد نعم انا مش هترككم يا تاما. امين هارسل لكم الروح القدس امين الروح المعز فالروح القدس دلوقتي هو الذي يرشد نعم. والذي يعلم هو الذي يذكرنا بكل كل حاجه بيعملها الروح القدس الاحقاب الثلاثه حت جسيس في عندنا آه زمن اسمه زمن الله الاب نعم وده بدا ببدايه التاريخ تاريخيا من أيام تكوين واحد واحد في البدء خلق الله ونحن نؤمن بالكلام ده ونحن نؤمن بعصمة الوحي بحسب كلمة الله في سفر التكوين ولا مزايدة في هذا الكلام إطلاقا لأن وليست ولا نؤمن أنها رموز أو تشبيهات إطلاقا فهي تمام. شخصيات حقيقية وليست شخصيات أسطورية تمام وإن شاء الله يمكن ربنا يفتح تمام. مرة تاني ويكون عندنا وقت أن احنا نتكلم في الموضوع ده بكل تأكيد باسم يسوع المسيح فالعصر الاولاني اسمه عصر الله الاب من تكوين واحد واحد حتى مجيء المسيح بالتجسد من القديسه المطوبه العذراء مريم عصر الله الاب عصر الله الابن وان كان حتى لا يساء فهم حضرتك هذا لا ينكر وجود الابن منذ الادل بس على الماشي كده لا ده على الماشي ده احنا نوضحها عشان لا يساء الفهم بالظبط اللي في المشهد الله الاب نعم لكن اللي على مسرح الاحداث الله الاب لكن الثلاثه كانوا يعملوا الجوهر الواحد نصنع الانسان على صورة تمام منهاكش. بلاش كل دوت خلينا نروح لأشعة سته هذا نادى ذاك قدوس 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 التلاتة في كل الشواهد في العهد القديم اما العصر الثاني فهو اسمه عصر الله الاب الثلاثه معا لكن اللي كان على مسرح الاحداث والتاريخ هو شخص ربنا يسوع المسيح، جاء مولودا هو اللي خدم، هو اللي اتصلب، هو اللي صعد، هو اللي عمل المعجزات، هو اللي عمل كل حاجه، لكن لما الثلاثه معا، لكن اللي على مسرح الاحداث الرب يسوع. نشوفه في موضوع المعموديه في المعموديه الاب في السماء الابن في الماء، الروح القدس على هيئه حمامه بيضاء والثلاثه كانوا موجودين معا نعم وهكذا. بعد صعود الرب يسوع لكل المجد للسماء قال نعم انا ارسل لكم المعلم تمام ارسل لكم المعلم وابتداء من اعمال اتنين يوم الخمسين جاء الرب جاء الروح القدس علينا واذهبوا بريح بحسب ما انت عارف الكتاب والمكتوب وسيستمر الروح القدس الى ان يسلم الكنيسه بالاختطاف مره ثانيه فهو أمين. المعلم الحالي أمين. الموجود معنا واللي ما نقدرش نتحرك ونعيش من غيره من غيره <applause> وده اللي قاله في انجيل يوحنا 14 و15 و16 لما بيتكلم على ارسل لكم مرة قال المعزي ومرة تانية قال الروح القدس هذا اللي سيعلمكم كل شيء ويخبركم بأمور آتية فإدانا الوسيلة وإحنا بنتكلم على الذات الواحدة الجوهر الواحد الله المثلث الأقانيم فإن كان المسيح غير مكان وجوده من الأرض إلى السماء أرسل لنا الروح القدس من السماء ليكون معنا ويسكن في اوانينا وفيها يأكلنا، فشكرا للرب من كل القلب، لكن عايز اقول الـ الـ ان في عنصر مهم جدا في دائره التلمذه، ما هو هدف التلمذه؟ آه هدف التلمذه خليني آه اوصل للنقطه الاول اتفضل آه يمكن حضرتك سالتني سؤال ودي ما كناش آه استكملنا الاجابه فيه فضل. في البدايه حضرتك قلت هل يوجد فرق ما بين المؤمن والتلميذ؟ اه صح فرق شاسع وده كويس ان احنا نوضح الكلام دوت تمام دي نقطه مهمه المؤمن هو الشخص الذي قبل الرب يسوع المسيح له كل المجد ده المؤمن التلميذ قبله مخلص مخلص. مخلصا شخصيا آه. لحياته تمام التلميذ هو الشخص الذي تتلمذ عند قدمي السيد فصارت له نفس صوره السيد بناء على حد كلامك في البداية كان المعلم كان التلميذ يفضل قاعد معاه يراقبه في كلماته وفي تصرفاته وفي أكله وفي شربه وفي حديثه علشان يبقى صورة تبكل منه تمام. فيوجد فرق ما بين المؤمن والتلميذ مم. فرق شاسع شخاطر كده خلينا نوصل لحقيقة صغيرة أن كل التلاميذ مؤمنين ولكن ليس كل المؤمنين تلاميذ جميل جدا كل التلاميذ لابد ان يكون مؤمن اولا. ثم بيتتلمذ عند قدمي السيد فيعيش بحياه بحسب فكر السيد. لكن مش كل التلاميذ مش كل المؤمنين تلاميذ لان فيهم ناس زي ما اتكلمنا عن سبع شخصيات في التلمذه المزيفه او الغير حقيقيه. لكن كمثل واضح جدا ما بين واحد تلميذ وتلميذ او مؤمن وتلميذ. لوط لوط مؤمن. نعم. وهيدخل السماء على فكره. نعم. لوط هيدخل السماء وقال عنه الكتاب انه بار بار ويدخل السماء لكن لوط ما كانش تلميذ لوط تكوين 13 وعدد 10 اول ما بدا ابراهيم يقول له شوف يا ابني اذا كنت شمال جنوبا اللي انت عايز تروحه يذكر كتاب ثلاث مرات واختار لوط دائره الاردن مم. ونقل لوط خيامه الى دائره الاردن وارتحل لوط في دائره الاردن دائره دوت ممكن اكون مؤمن وأنا بحب الدائرة، والدائرة هنا إشارة للكرة الأرضية أو إلى العالم. لكن بعديها بأربع أعداد، أربع أعداد تحديداً في نفس الأصحاح يذكر الكتاب هذه الكلمات: فقال الله لإبراهيم ارفع عينيك. لوط رفع هو عينه، لكن بالنسبة لإبراهيم الرب قال له: ارفع عينيك، وأنظر الأرض شمالاً، جنوباً، شرقاً، غرباً. لوط أخذ الدايرة، مكفتوش م. لكن ابراهيم اترسم ليه الصليب شمالا جنوبا شرقا غربا م -م. وبعد كده بدات البركات السباعية اللي جت بحسب نسلك هبارك وهتتبارك فيك الارض تمام. وهكذا تمام. فيوجد فرق ما بين مؤمن وتلميذ لوط اختار لنفسه لكن ابراهيم في الحدث دوت ابراهيم اتعلم من مدرسه الطاعه اطلع حاضر ابراهيم قدم الغالي حاضر ابراهيم انتظر مش هديك ناس دلوقتي حاضر ابراهيم اعتزل حاضر ده التلميذ الحقيقي مم. اللي بيمشي ورا تعليمات سيده فيوجد فرق ما بين هذا وما بين ذاك تمام اللي وضح. يعني انت حطيتها في جمله قويه وجميله مم. ان كل اه اه تلميذ لابد مؤمن. ان يكون مؤمن ولكن ليس بالضروره كل مؤمن هو تلميذ, تلميذ. فالتلميذ لابد ان يكون تابع للسيد واعتقد ان الرب يسوع ادانا هذه الحقيقه وقال ان ثلاث مرات في صوره في انجيل لوقا عن الشخص اللي ما ينفعش يبقى تلميذ وهذا الشخص قال عنه بكل وضوح انه لازم هذا الشخص ينكر نفسه يحمل صليبه وياتي ورائي كل يوم, يوم ويتبعني. إذاً هنسيب شروط التلمذة نجي بعدين لكن عايز أقول هدف التلمذة إيه طب ما أنا قبلت المسيح وصار المسيح مخلصي واغتسلت خطاياي كلها ودفع ثمنها بحياته التي قبلتها بهذه البدلية طب إذا ما حاجتي بعد إلى التلمذة؟ ما هو هدف التلمذة؟ هدف التلمذة آه هتلاقيه حضرتك في مرقص 3 13 بيتكلم عن الرب يسوع لكل المجد ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه كويس انها بتتابع معانا بيكمل واقام إثنى عشر ليكونوا معه رقم واحد تمام واحد ليكونوا معه اثنين ليرسلهم ليكرزوا تمام رقم اثنين ثلاثة وليكن لهم سلطانا على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين تمام ثلاثية جميلة واحد بحسب اللي موجود على الشاشة ليكونوا معه تمام التلميذ الحقيقي الذي يرافق سيده امم التلميذ الحقيقي الذي يتعلم من سيده امم التلميذ الحقيقي الذي له سمات وصفات سيده يكونوا طيب لو لو السيد المعلم مش موجود ماذا نفعل آه يعني سؤال جميل لو السيد والمعلم مش موجود انا عندي دستور ماشي عليه بقياده وارشاد روح الله اللي احنا كنا بنتكلم عنه من, من لحظات انا لازم آه يكون عندي الدستور اللي انا اسير عليه وفي خطواته في ايه جميله بتقول لك ايه نسلك كما سلك ذاك خلينا اقول لك قصه كده تعبيريه للامر دوت كان في ولد صغير والولد الصغير دوت عايشين في بلاد اسمها الاسكيمو فالاسكيمو دول زي ما حضرتك عارف كلها تلج فالولد الصغير دول هما بيعتمدوا هناك على الصيد فالولد الصغير بيقول لبابا انا عايز اطلع معاك اصيد بابا يقول له انا خايف عليك يا ابني مش هينفع يقول له ما ما تجلكش يا بابا يعني انا 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 انا, أنا كبرت دلوقتي مثلا عنده سبع ثمان سنين انا كبرت دلوقتي وهطلع وهمشي وراه يا ابني ما ينفعش كل يوم يقول له ما ينفعش لغايه لما الولد جه في مره وقال له بابا انا هطلع معاك قال انت مش عارف انا معايا عصايه العصايه دي بخبط بيها على على الثلج ولما بخبط بيها على الثلج بتوريني اذا كانت الارض دي متماسكه او ارض خاويه يعني نقدر نمشي عليها او لا أو, او, لا فانا لو عملت كده والحته دي طلعت خاويه ممكن انا رجليا تنزل الميه تتفتح انزل والثلج يطبق وانا اموت تحت فانا خايف عليك الولد كان ذكي وكان ولد عايز يتعلم درس وعلمنا احنا درس قالوا بص يا بابا احنا نتفق على اتفاق قالوا قالوا انت هتخبط بالعصايه كده على حته التلج وهتحط رجلك في الحته اللي انت متاكد ان هي سليمه مش هيحصل فيها حاجه قال طب بعدين قال كل ما انت ترفع رجليك انا هحط رجلي مكان رجلك بالظبط دي التلمذه الحقيقيه نسلك كما سلك تاركا لنا تاركا لنا مثالا وده الحقيقه فرقم واحد يكون معهم لكن رقم اثنين والجميله يرسلهم ليكرزوا. أه انا بعتبر ان حياتنا في الارض ليها شهاده كبيره ان احنا نكرز عنه. امين. ما ينفعش ان احنا من نكون مؤمنين، الله ما عندوش مؤمنين اسف في اللفظ ما عندهمش شغل. عطليه أه يعني هو <applause> اللفظ كده <applause> ما عندهمش شغل خاليين شغل. أوكي. لكن الله الله بيشغلنا كلنا. السنه دي احنا كنا في اثيوبيا مارس اللي فات. مم. يعني من شهرين كده وبعدين رحنا هناك والناس اللي كانوا معانا في اثيوبيا يمكن سبعيننا رحنا هناك نخدم في السجن السجن تقريبا كان فيه 800 واحد حاجه كبيره جدا ورحنا هناك نخدم ولما رحنا هناك آه طلعت عشان اقدم كلمه لاخواتنا اللي, اللي موجودين في السجن وبعدين كنت بتكلم في ارميا اخر اصحاح عن في ملك اسمه يهوياكين كان محبوس 37 سنه وبعدين جه ملك جديد فرح عمل معاه سبعيه طلعه من السجن بدلوا ثيابه سبع حاجات اجلسوا على كرسي اعطاله اكل جديد اعطاله سبع حاجات وأربعة وانا ببص كده نزلت صدقني تاني حد جاسيس فنزلت كده سبت اول صف وثاني صف رحت مسكت واحد من المساجين ورحت طلعته عشان امثل بيه يعني بقى قدامك حاجه هم هناك بيحبوا الحياه البسيطه ورحت جبنا جلابيه ورحنا ملبسناها له زي الملك الجديد وجبت كرسي وقعدت عليه وجبنا اكل كان معانا اكل اعطينا له اكل فبدا هو يبكي يبكي بكى هستيري الناس اللي كانوا معانا شافوا المنظر ومتسجله فيديو المره الجايه نجيبها ان شاء الله ان شاء الله وبدا يبكي بكى هستيري ويقول باللغه الامهريه بتاعته ترجموا لنا انا من النهارده هعيش ليسوع انا من النهارده هسيب الخطيه انا من النهارده انا هكون شخص جديد انا وبدا يقول كلمات بطريقه ديوكريس دي, دي خلي بالك. مم. فأنا أنا بستغرب وال30 واحد اللي معانا بيستغربوا وإحنا مش عارفين وبدأ السجن كله يسجف بما فيهم الراجل الكوماندا بتاعهم اللي هناك والجسيس اللي دعينا من المكان إحنا مش فاهمين ليه. مم. فأنا بقول الجسيس هو في إيه؟ فقال لي أصل ده جاتل ستة. ستة ده جاتلهم مش خاطر كده إخواته فرحانين إن هو تاب. مم. الرب يسوع واحد نكون معه <applause> اثنين نكرز يرسلهم ليكرزوا وعلى فكرة في ناس كتيرة جاية ليسوع أكيد أكيد كلام مشجع وجميل جدا لكن برضو لا ننسى أنه إن كان المسيح غير موجود بجسده إلا أنه لذال حي بروحه وحي بذاته أكيد فقال إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسط إذن نحن إن كنا نعتمد على روح الله إلا أن المسيح حي لم يمت وهو لذال يقودنا ويرشدنا في كل ما نفعله عشان كده مهم جدا الاعتشار التواجد السجود الاقتراب إلى المسيح في عرش النعمة وكنا لسه بنقول قبل ما تبتدي الحلقة حضرت الأسيس هذه الكلمات ان مرات كتيره ممكن التلميذ ينسى ان المفروض يقعد عند رجلين المعلم والا المنهج بتاع اليوم او بتاع هذا الوقت يفوته ويخسر الكثير الكثير عشان كده حتى لو كنا خدام حتى لو كنا من المتقدمين نحتاج ان نهتم بحياتنا الشخصيه ونكون معه جعلوني مش دي الايه اللي قلناها ناطوره الكروم يعني حافظه وحارسه للكروم، اما أم كرمي, كرمي, أنا كرمي انا فلم انطره، مم. يعني اهتميت بكل حاجه واهملت اهم حاجه وهي حياتي انا الشخصيه، فالنقطه الجميله اللي حضرتك قلتها من سمات او او هدف التلمذة الحقيقي ان نكون معه, معه قبل ان نتكلم. الشيء الثاني ان نكون بنكرز يرسلهم يبقى هو اللي بعتهم مش احنا اللي بنختار لانفسنا اجندات لكن هو زي ما حضرتك ذكرت ثلث الدول الافريقيه انت لم تذهب لانك استحسنت لو الاستحسان ما كنتش رحت اساسا افريقيا أكيد. كنت رحت دوله من الدول المتحضره عشان <applause> يبقى في الحمامات وحجرات النوم والراحه الجسديه لكن انا ادرك انك ذهبت الى اكثر الاماكن فقرا واكثر الاماكن خطوره صحيا ولا سيما انك بتروح في اوقات صعبه اوقات صيفيه الى اخره معك بتعمل خدمات طبيه ومعاك الكثيرين الله يباركك وهذه ان كانت تدل على شيء تدل على انها دعوه الله ولا انسى القص الفاضل الذي تعلمت المسيح والكثير من خلاله القس سامي لبيب الذي ذهب إلى السماء كان يقول لنا هذه العبارة قبل ما تكلم الناس عن المسيح كلم المسيح عن الناس, عن الناس ليكونوا معه ليرسلهم لكن إيه الهدف الثالث؟ الهدف الثالث بحسب الكلمات اللي موجودة في مرقس ثلاثة وابتداء من عدد 13 يكونوا معه واحد يرسلهم ليكرزوا اثنين لكن رقم ثلاثة يكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وأخراج الشياطين تمام سلطان آه، الغريب في كل الإرسالات ديت وربنا يرتب من حضرتك تكون معانا مرة أمين لتكون. نتبارك آه، الغريب في الأمر أن من غير ما نحط إيدينا على حد مم. الله بيعمل معجزات زي ما حدث حد ما كانش عنده عين ربنا عمل له عين صدق شكرا أو للرب. لا تصدق شكرا بمجد للرب. المسيح ناس بتبقى ماشيه على عكاز تروح واقفه بالعكاز ناس بتبقى عندها امراض في الـ في الـ في في البطن وفي امراض صعبه جدا أه مقدرش انسى في ارساليه من ضمن الارسالات يعني الكلام كبير لكن الرب وعدنا ان هيكون في اقامه موت حرفي افريقيا مفتوحه على فكره على روحنا انا عارف كده ولما تكون في ارساليه ويكون في الارساليه مثلا 150 الف حاضرين وحضور ربنا يجي على الكل. هم كنا في حته اسمها ديلا. ديلا دي مقاطعه في اثيوبيا اماكن كلها نائيه وكانوا عاملين لنا ستيش صغير كده شويه شجر عشان نعرف نقف عليهم وبعد ما خلصنا آه وهنمشي فلقينا في اربعه شايلين ولد شاب هو مش ولد هو شاب وبدا آه صور في الكلام اللي هقوله بدات هنا يعني يبقى في سائل هنا ينزل وبدا يبقى في نمل حوالين وشه لان هو مات بره الخيمه يعني بعد ما انت على ولد مات مات شاب م. مات شاب م. مات شاب مات شاب م. مات, شاب مات وبرضو كله ده متسجل فيديو وراحوا جابوه الاربعه كده كان بقاله يمكن شويه فبدا السواد يجي عليه وبدا كده في ريمه تنزل من الحته دي وبدا نمل يمشي على وشه خلاص يعني وصلت لمرحله وراحوا جابوه حطوه على الستيج واحنا بدينا نصلي ما عملناش حاجه غير ان احنا بنصلي وباسم الرب يسوع لان احنا نؤمن بان الرب يسوع مسيح هو امس واليوم, واليوم إلى الأبد لم يفقد رسالته لهاي. ولم يفقد شخصيته ونحن ولم يفقد بذلك. سلطانه جالي الكلمات دي وأعطاهم سلطانا على الشفاء الأمراض وبدينا نصلي وبعديها بصينا لقينا فتح عينه وراح جام والناس خدوه مشوا هو في إيه اللي حصل يسوع المسيح التلمذة الحقيقية نكون معه نكرز يرسلنا لكي ما نكرز أمين. والشفاء وانا بصدق ان الأيام اللي جاية دي هتكون ايام مختلفة بس كل اللي علي انا كمؤمن حقيقي ان أكون مؤمن تلميذ امين التلميذ يا حضرة الجسيس هو الذي يتعلم إلى الأبد أمين. طول حياته طول صحيح حياته. مش علشان خاطر انا كبرت انا اسف صحيح. انا بقول الكلام دوت ممكن حد يزعل مني انا كبرت وانا خدت شويه شهادات وانا عندي امكانيات وانا عندي شويه طاقات وانا عندي امور بقف على الـ الـ الخدمه واوضب الوعظ لا, لا 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 هفضل طول عمري اتعلم امين ده التلميذ الحقيقي امين امين الحقيقه انا اؤمن بكل اللي حضرتك بتقوله مش بس لثقتي فيك لكن لثقتي في كلمه الله أمين. ان هذه الايات تتبع المؤمنين وحضرتك قلت كلمه خطيره في البدايه ان ربنا مش بيدعي وانت حطيتها في اسلوب يعني مهذب لكن انا هقولها بالاسلوب <applause> بتاعها ربنا مش بيدعي عطليه هات لي واحد من كل الذين دعاهم الرب في كل احداث الكتاب المقدس كان عاطلا ولا يفعل شيء والرب قال له تعالى لا انا هديك شغله ابدا صح. أخذهم من مكان الجبايه. نعم. اخذهم من مكان الزرع، اخذهم من مشاريع الصيد والبزنس الكبير، فما فيش تلميذ كان قاعد لا يفعل شيء واعطى له الرب وظيفه، لكن الله يدعو الانسان العامل النشيط واؤمن ايضا اننا لن نرى معجزات حقيقيه إلا حينما يرسلنا الرب في طريق الكرازة. أكيد عمرنا ما الـ الـ يعني حتى لو حصل حاجات أنا بعتبر إن دي مجرد قشور داخل الكنيسة. صح. لأن دعوة الله وعمل الله مش عشان الكنيسة يعني تسمن وتملى <applause> وتكبر وتقول هللويا في الآخر وتبقى قاعدة <applause> بين أربع حيطان لكن التلمذة الحقيقية فيها إرسالية. أكيد. وفي الإرسالية سوف نرى يد الرب الوقت بتاعنا أزف قدامنا حوالي <applause> عشر دقايق عايز أتكلم حضرتك تشاركنا فيهم على ما هي المعوقات أو المعطلات لحياة التلمذة في معطلات كثيرة في حياة التلمذة لكن من ضمن المعطلات اللي بتعطلني عن ان انا كنت تلميذ حقيقي هو اتكلمنا عنها بس خدناها من شويه بسرعه الذات 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 الانا الانا م. والانا ديت ابويا سافر المجد السنادي بس علمني درس وانا عيل صغير قال لي بص يا ابني قلت له ايوه قال لي تعرف تستهجى كلمه انا؟ قلت طب له طبعا يا بابا اعرف دي انا م. دي انا طب استهجيها قلت له الف نقول الف قال لي بص بقى علشان تاخدها وانت لسه طالع للدنيا كلمه انا الواحد يقول انا 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 الالف العصايه ما الف عصايه وبعد كده في نجره ديت النون وبعد كده الف بنتكلم على الناس عشان يب... فتفضل واحد يقول أنا, انا 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 يطلع لغايه فوق تروح ينزل في النجره دي وتروح تيجي النقطه عايز يطلع تاني ما يقدرش وكلمه خطيه بالانجليزي يعني سن يا عبد سن اس اي ان الحرف اللي في النص اي مركز الخطيه وقلب الخطيه انا اي احنا خلينا نتعلم النهاردة عشان أكون تلميذ حقيقي مم. لابد أن أكون متضع بين يدي السيد نبوخذ نصر ملك في العهد القديم أليست هذه بابل التي بنيتها بقوة اقتدار وجلال المجد خد مم. أربع حاجات مش بتوعه مم. رد عليه مم. يتسحب عجلك بالظبط هيرودس في العهد الجديد ملك برضه نعم. مش هي ديت اللي قالوا ده صوت اله لا صوت انسان راحوا بداوا يتكلموا بالطريقه ديت ضربوا الدود في الحال صحيح احنا محتاجين نتعلم الاتضاع الحقيقي عشان اقدر اكون تلميذ حقيقي امين فالانا ديت امر مهم جدا 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 تواضعوا تحت يدي الله فيرفعكم في حين في امين ده اهم حاجه امين تفضل لا انا لا لا خالص انا هطلع بس الشاهد المهم وانت حضرتك كنت ذكرته قبل كده وهطرحه بس من اجل التعليق اللي بيتحدث عن تمن التبعيه في انجيل لوقا اصحاح 14 لانه ده لب الحديث اللي حضرتك بتقوله لما كان في ناس كثيرة ماشيين ورا الرب التفت وقال لهم ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا هل التلمزة دعوه الى البغضه؟ لا ما هو المقصود؟ أه ما أن يبغض الرب يسوع في الايه دي تحديدا عايز يقولنا فكره بسيطه ايوه اني ما تحبش حد اكتر مني عشان خاطر كده في ترتيب في ترتيب اولويات الخادم دائما بنقول الكلام دوت من على المنابر لابد ان يكون الله اولا الله اولا اسرتي ثانيا خدمتي ثالثا تمام بنخطئ تماما يا حضرتك نخطئ تماما حينما نهتم بالخدمه ونترك الاسره نعم وبالتالي في اولاد كتير بتضيع صحيح ويقول لهم اولادنا راحوا فين مم. معقول يا رب انا خادم وبخدمك وابني يحصل معاه كذا وكذا وايا كان الكذا احنا مش هنتكلم فيها مم. لكن معقول انا اكون خادم واولادي يحصل فيهم كذا عارف ليه مم. لانك انت ترتيب اولوياتك ما كانش مظبوط الكتاب بيقول لك من لا يعرف يدبر بيته حسنا مش يقدر يدبر بيت الله صحيح فخلينا نتعلم الدرس صح الله اولا هو له كل السياده ولو كل الـ 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 كل ما أتيت في حياتي تبقى بتاعته لكن أسرتي أنا عليا دور عشان خاطر أنا حافظ تعبير من زمان وحطه على قلبي دي ما أقوله زوجتي وأولادي هم منبر خدمتي ده تعبير جميل جدا زوجتي وأولادي مم. هم منبر خدمتي مم. عايز أقول لك حاجة حضرتك لمجد المسيح أنا عندي بنوتتين، واحدة في صيدلة مم. والتانية مخلصة سياحة في فنادق ومخلصة بكالوريوس في رياضة ربنا يباركهم يعني. لك جاب لي ماجي على طول، مم. كان في موقف و هما شافوني فيه، فراحت بنتي الكبيرة جيجي قالت لي عبارة، قالت لي بابا قالت لي أنا فخورة إنك أنت بابا هللويا شكرا للرب فخورة إنك مم. أنت أبويا مم. الكلام ده جدي فرق معايا امم صحيح فرق معايا حقيقي صحيح لأن عايز اعيش زي التلميذ اللي عند رجليه امين يا ساعده. رب ربنا يساعدنا رب ادينا ان احنا نحافظ على اللي انت عاطيهولنا علشان نعيش حقيقي زي ما انت عايزنا نعيش امين امين لو اتكرم المخرج يحط لنا الشاهد ده لوقا 14 من اول عدد 26 ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده طبعا اشكرك مش المقصود هي البغضه لكن ان ان تكون النسبه والعلاقه بين محبه الله ومحبه الاخرين كما لو كانت في وضع البغضه واخد المكان اللي واخد المكان الاول هو الرب لكن حضرتك ركزت على نقطه واضحه جدا بيقولها الرب حتى نفسه هو الواحد يحب نفسه والله يبغض نفسه كلامك <applause> 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 كلامك جميل استحاله ما حدش هيقدر يبغض نفسه ولكن حينما يكون المسيح في النفس الداخل نفس بترخص عليه امين ده, ده لو هنرجع للتفسير بتاعها حته ان انا يكون هو السيد هو اللي باين هو اللي, اللي نصنع مش ثلاث مظل مظله واحده يتربع فيها يسوع أمين. ويسكن فيها يسوع ويملك فيها يسوع على عرش الحياة وعلى القلب يسوع بالتالي نفسي انا بترخص بولس بيقول ايه مع المسيح صلبت رخصت خلاص آه. الموضوع انتهى بالنسبه لي آه. بولس كان فيه في حياته ثلاث صلبان آه. الصليب الاولاني اللي الرب يسوع اتصلب فيه م. الصليب الثاني الذي صلب العالم لي. الصليب الثالث الذي صلبت انا للعالم للعالم خلاص حياتي ميته م. انا مش عايش عشان انا, أنا. لكن انا عايش عشان هو م. وده التلميذ الحقيقي للرب امين احنا بنتكلم لازلنا على شروط التبعية حضرتك بدأت وقلت ان الرب يكون الاول حتى لا نسقط من الاهتمام العائلة بغض النظر من نحن وما هي خدمتنا ان تكون العائلة رقم اثنين. نمرة ثلاثة العلاقة بين محبتي لذاتي ومحبتي للرب كما لو كانت فارق البغضة بينهما وبعد كده قال لا يقدر أن يكون لي تلميذا وكرر هذه العبارة ثلاث مرات في هذه الجزئية لا يقدر ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا يعني, يعني البعض بيفسرها إن كل واحد عنده صليبه ومشكلته اللي شايلها هل هذا ما يقصده الوحي ولكن أو ما معنى هذا لا مش يقصد ان دي ما احنا في تعبير دي ما بنقوله عندنا مش عارف عشان مصر ولا في كله فلما واحد بيمر بتجربه معينه يقول ده صليبك شيله استحمله. الايه ديت مش معناها كده. تمام الايه ديت معناها انك تحمل صليبك اي تنكر نفسك اي تتبع المصلوب اي حياتك ما بقتش غاليه على جلبك وتحمل صليبك كل يوم. صليبي احمله حينما اقترب منك وانت تحتاجني. صليبي احمله لما اروح لحد وهو تعبان في مستشفى. صليبي احمله وانا بضحي تضحيه كامله هو للرب. هو حضرتك ايه هي فكره الصليب؟ الصليب اللي بيتكلم عنه الكتاب هو التبق. موت موت بالكامل عشان خاطر كده لسه جايين بولس اختبر دي مم. مع المسيح صلبت بحسب الكلمات اللي موجوده في روبيا بيقول الكلمات ديت بيقول ان ذواتنا ذبيحه حيه مرضيه نقدم نفوس ذواتنا ذبيحه حية, حيه مرضيه مقدسه مرضيه عباداتكم العقليه عند الله تمام فهي ازاي تكون ذبيحه وازاي تكون حيه؟ ما يمشوش ما هي ذبيحه يعني اتذبحت الت... حيه يعني حي اه هي بالضبط كده مم. انا اقدم ذواتي ذاتي ذبيحه حيه ذبيحة يعني ميت حية يعني حي ذبيحة ميت عن العالم مم. وحي ليسوع على المسيح خلي الناس يقولوا اللي يقولوا خلي الناس يتكلموا زي ما عايزين يتكلموا أنا هقدم ذاتي ذبيحة حية ميت عن العالم مم. لكن حي ليسوع على المسيح وده اللي قاله الكتاب إن إحنا كأحياء من بين الأموات من بين الأموات يعني يبقى فينا حياة لكن انا متنا عن كل ما حولنا اكيد في عجاله وفي دقيقه لو عندك كلمه اخيره تشجع بها كل من لم يدخل الى طريق التلمذه الحقيقيه ليكون تلميذا وتابعا للمسيح ماذا تقول له اقول له اترك كل اترك كل ما لدي فكر من النهارده تكون تلميذ حقيقي ليسوع المسيح واعرف كويس ان التلميذ الحقيقي له ثمر بحسب كلماتنا يمكن وقت الحلقه ما كفاش نعم. ثمر ومكافآت هتاخدها بولس بيقول العباره الجميله دي جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان واخيرا بما انك تلميذ حقيقي هتوصل لكلمه اخيرا مم. وضع وسيضع الله لك إكليل البر ما تكونش مؤمن عادي لكن تكون مؤمن تلميذ أمين. من النهارده عايزين نسيب السطحيه في حياه الايمان أمين يا رب. ونعتشر وندخل للمسيح نقول انا من النهارده خليني التلميذ اللي هيتعلم ليك ويتعلم بيك ويتعلم عنك عشان يقدر يخدم الاخرين في حياتهم في اسم يسوع امين امين اشكرك جدا على مشاركتك وكل ما اثريتنا به واوصلي ان الرب يرتب لينا يعني حلقات أخرى في, في بعض الأمور اللي كنا بنتناقش فيها قبل الحلقة في وأصلي سمين. أن يبارك الرب إرسالياتك ورحلاتك أمين. مع بيتك وبناتك ويجعلك مثمرا على الدوام ويستخدمك لمجد اسمه شكرا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين من أجل حسن المتابعة وأصلي أن من لم يأخذ الخطوة الحقيقية لكي يتبع المسيح لكي يصير له تلميذا حقيقياً ان تكون هذه الكلمات سبب تشجيع وتحفيز لكل متكاسل فنبدا من جديد اننا نسير وراء السيد فيتغير تتغير الدعوه تتغير الحياه ويتغير طعم ومعنى الايام حتى نلتقي معه اعزائي المشاهدين نترككم في رعايه الرب والى اللقاء وحلقه جديده من برنامج الحياه وبس